هذا يا مسوق. هذا سوق باب جديد، سوق العتيق يسموه. ايش اللي يمشي بيه اكثر شيء؟ والله كل شيء موسمه. هسه مثل موسم شتاء امشي صوفه، بطانيه، سبلت، هاي الشغلات. واسعار بيه مناسبه بشكل. اجل ما تصور مناسبه، يعني ربع القيمه عن الجديد. العالم تجي هنا السوق مال فقره، الماء عندهم حالته تعبان يجي على هذا السوق. يعني اسعار خلينا نقول بيت النص عن الجديد. اقل من النص زهينا. سوق باب جديد اقل من النص. ما يجي عليه الفقير تعبانين حالتهم، يجون يدورون على الحاجه المستعمله المناسبه، ما يقدرون يشترون الجديد. الجديد غالي فد مره. على فرق الدولار. صوفات. اي سوق الشتاء ساعتها صوفه على محفوره، على بطانيه، على سبلت، اي شغلات شغلات شتويه تنباع حاليا. اللي يجيبوها المستخدمه بيها ماركات يعني زين لو اي طبعا لا بيها اكثر يجي شيء مضبوط يعني. مع الباله يجي مضبوط. اي. عندك اغراض نجيبها من الشمال ساعتها. الشمال ما يستخدمون شيء قليل ويبيعون. يجي يجيبوه هنا يبيعوه هنا باسعار مناسبه. هنا بعض منهم ما يبيعون هنا محتاج ما محتاجه او زايده عنده. طبعا شلون؟ عنده غرض زايده يبيعه، ما محتاجه يبيعه هنا باب جديد يجيبوه. من ناحيه بالصيف لا بالصيف شويه حركه زين انا اقول لك يصير. من ايمتى لايمتى يفتح هذا السوق؟ والله هنا يفتح من 7 الصبح يمكن من 5 المغرب. فتح السوق. ايش يبيعون بهذا السوق؟ والله غراض ترقله صوبات عتيقه، ابواب، شبابيك، اشكال يبيعون بها، برادات، غسالات. الاسعار اللي بيها هنا شو؟ والله الاسعار تعبانه. يعني بيت النص، بيت الربع؟ والله ربع. اقل من الربع. عالم تعبانه، يجي ياخذ له قرض عتيق تعبان لو مو تعبان. اذا تعبان. الحركه شلون؟ وحركة تعبانة شوفت عينك، هاي العالم واقفة وقاعدة وساكتة وبرد وثلج والحمد لله. نبيع بيه حديد مستعمل. مثل ايش؟ باب، شباك، محجل، ديدية، تشينكو، كله مستعمل. ديديات ايضا مستخدمة؟ اي اكو نبيع ديديات مستخدمة و... يعني هاي باعتبار اقل من الجديدة؟ طبعا اقل من الجديد. جو الربع اقل من الجديد هم. يعني الجديد اذا 100 باب جديد ب 25. يعني سوق مال الفقراء تقدر تقول عليه. زين منو اللي يشتري هنا اكثر شيء؟ والله تجينا ناس الفقراء اللي ما عندها ما يقدر يشد ببيته باب جديد او شباك جديد يجي يشتري من عندنا. منين يجيبون الاغراض؟ مال البيوت تتفلش، اكو عالم تفلش بيوت احنا نروح نشتري. هاي بالنسبه للابواب والشبابيك والمحجلات واللي عنده سقيفه يريد يبيعها بنشتريها منه، هاي شغلنا. شلون الحركه تكون؟ والله زين الحمد لله. يعني شايلين نفسنا. جايب له غرض من البيت يجيبه محتاج ما عنده لا حق غاز، لا حق سخام، لا حق الطعم، لا هذا باب جديد. يعني البعض يبيعون من الحاجه. من الحاجه نعم، والله اكثرهم يبيعون من الحاجه. ناس تعبانه. حاجه بيته؟ حاجه بيته يجيبها يبيعها يروح يتسوق بها او طحين او عدس او تمن او مناسوة معجون. هاي يمكن حتى لو صوبه محتاجه. والله عد الصوبات، مو صوبه واحد، عد الصوبات يقول والله جبتها من البيت اريد ابيعها، اريد اوفي مال الكهرباء مال المولده واريد اشتري بها حاجه للبيت وابوك للجنه.